عدد من أوراق الضغط يستطيع الأردن استخدامها لمجابهة قرار ضم الاحتلال الإسرائيلي أراضي غور الأردن، إلا أن خطوة وقف التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ربما ستكون الأجدى في هذه المرحلة، وهو ما أعلن عنه رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي في بيان صحفي له اليوم. الدعوة لوقف التعاملات الاقتصادية مع أي دولة أو طرف يقر أو يدعم قرار الاحتلال بالضم، هل ستلقى صدى حقيقيا لدى القطاع الخاص؟ وما الجدوى المرجوة منها بعد دعوات لمقاطعة سابقة؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها على ضيفنا عبر الهاتف العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن. بداية سيد الكباريتي، أهلا بك. الله يمسيك بالخير. يسعد مساك. يعني ما هي توقعاتك لاستجابة مؤسسات القطاع الخاص لهذه الدعوة التي أطلقتها غرفة تجارة الأردن لوقف أي تعاملات اقتصادية مع أي طرف كان يدعم قرار الضم؟ الكل مدرك أن القضية الفلسطينية قضية أساسية لكل إنسان أردني ولكل عربي شريف ولد على أن يكون حرا وأن يدافع عن القضية الفلسطينية، ودور القطاع الخاص لا يكون أقل من دور أي شخص عايش في المملكة الأردنية الهاشمية. ودورنا اليوم أن ندافع عن القضية الفلسطينية وحسب ما نستطيع وما نملك من إمكانيات، وهو المقاطعة أو إعلان المقاطعة عن أي دولة أو شركة أو أي داعم إلى ضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل. وإن موقف سيدنا الله طول عمره موقف شريف يعتز به كل أردني ويسجل في التاريخ، ونحن جند خلف سيدنا الله طول عمره بتبني نفس الفكرة بالدفاع المستميت عن القضية الفلسطينية بكل الأسلحة التي نملكها. والسلاح الاقتصادي اليوم هو يعتبر من أهم القضايا التي ينظر إليها العالم بجدتها، ولهذا دعينا إلى كل القطاع الاقتصادي الذي يتعامل مع الدول العالم أجمع أن نكون لنا موقف واضح وصريح، أن أي دولة أو أي شركة تؤيد أو تساعد أو تدعم ضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل سوف يكون ويواجه بدعوة إلى مقاطعة هذه الدولة أو الشركة. نعم سيد نائل، يعني ما هي الآمال المعقودة أو ربما ما هو الأثر المتوقع لاستجابة مؤسسات القطاع الخاص لهذه الدعوة؟ كما ذكرت سالفا القضية الفلسطينية قضية مهمة جدا، ومن مولدنا وأباؤنا وأجدادنا غرسوا حب القضية الفلسطينية في نفوسنا، ويعني سيدنا الله طال عمره وقبله الملك حسين الله يرحمه زاد هذا الدعم، ومن المواقف الشريفة التي شرفوا الأمة الإسلامية والعربية تجاه القضية الفلسطينية زادنا إصرارا ودعما للقضية الفلسطينية. وهذا لا ينطبق فقط على يعني المواطن الأردني الذي بالداخل، ينطبق على كل مواطن أردني بالداخل وبالخارج. وبالتالي التاجر هو مواطن، وأنا متأكد أن هنالك سوف يكون قبول وطريقة تعامل بوقف التعامل الاقتصادي مع الدول التي تأخذ موقف سلبي اتجاه القضية الفلسطينية، وليس فقط على يعني بالداخل الأردن، بالعكس احنا سوف ننقل هذه القضية الى اتحاد غرف التجارة العربية والى الغرف الإسلامية وندعو بنفس هذه الدعوة. انا متأكد ان هنالك العديد من الدول التي تؤيد وجهة نظرنا سوف تنضم الينا بالرسالة، وسوف نرفع صوتنا وندعو ونحاول جاهدين أن نقنع كافة الشركات التي تتعامل مع الدول التي أخذت موقف مؤيد لضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل. وهنا يأتي دورنا بالمحاولة والسعي والإقناع
وطبعا انا متاكد انه هلال الخلف سوف يكون قبول، لانه انا من اليوم يعني ما تم توجيه هذه الدعوه للتجار وصلتني العديد من الرسائل، العديد من التأييد، ردود فعل إيجابية يعني. ردود فعل إيجابية نعم. بشكل كبير من الداخل ومن الخارج. طيب سيد نائل، يعني اسمح لي أن أتحدث في بعض الأرقام. آخر الأرقام الرسمية أظهرت أنه حجم مستوردات الأردن من كيان الاحتلال بلغ خلال الربع الأول أو ربما الثلث الأول من العام الحالي 100 مليون دينار، في حين يعني الأردن صدر ما قيمته 16 مليون دينار لكيان الاحتلال. هذه الأرقام تعتبر كبيرة إذا ما قورنت بذات الفترة من العام الماضي، يعني الأرقام بازدياد وتسارع مستمر. في ظل جائحة كورونا والتوترات القائمة، كيف تفسر هذه الأرقام؟ وهل هنالك يعني من قرارات للبحث عن أسواق جديدة ليقوم الأردن ب توريد منتجاته إليها؟ ستي، يعني أولا يجب أن لا ننظر للأرقام كإجبار رقم، يجب أن ننظر للأرقام بتفصيل السلع أو الخدمات التي وردت أو استوردت من أي دولة. يعني الرقم لا يدل على الزيادة أو نقصان، يعني ممكن أن تكون الزيادة في أرقام لسبب ما، ولكن أنا بأكد لك أنه لا يوجد أي دولة في العالم تستطيع أن تكون حصراً هي صاحبة القوة الاقتصادية بالمنتج وتستطيع أن تسيطر على هذه السلعة. فبالعالم موجود العديد من الدول التي تنتج نفس السلعة، ومن السهل جدا. طب لماذا الإصرار على الاستيراد من كيان الاحتلال؟ لا يوجد إصرار، لا يوجد نهائي الإصرار. يعني هنالك دائما دعوات سابقة حتى يعني بمقاطعة الاحتلال وبمقاطعة بضائعه. احنا لا نطالب بمقاطعة الاحتلال، احنا نقاطع الناحية الاقتصادية. الاحتلال قضية أخرى، قضية لها علاقة في معاهدة سلام الأردن وقعه، ونحن نحترم كل القرارات التي تصدر عن الشرعية بالاتفاقيات، ولكن احنا نطالب بوقف الاستيراد إذا كان هنالك استيراد. وأنا سوف أنظر في 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 تحليل المستوردات من إسرائيل، لأنه يجب أن ننظر ما هي السلع وما هي الخدمات، وبالتالي نتباحث ونبحث مع التجار أصحاب العلاقة إذا كان هنالك تجار يستوردوا. وبعتقد انه لانه في العديد من، يعني نكون واضحين، في السلع التي تاتي من الضفه الغربيه من دوله فلسطين ولكن تاتي بشهاده منشا اسرائيليه، ولكن هي سلع. يعني هذه معلومه تستحق التوضيح بصراحه. يجب نعم. يعني مشان هيك انا يعني الرقم دائما لا يعطي الحقيقه، ولكن يجب ان ننظر للسلع كثير. يعني خلينا نحكي على سبيل المثال القدس، اي منتج ياتي من القدس يجب ان ياتي بشهاده منشا اسرائيليه، ولكن القدس اهلنا وربعنا ودعمهم واجب علينا، ولكن هم يعني مضطرين للظروف التي يرضخ تحتها ان يصدروا شهادات المنشا الاسرائيليه. ولكن خلينا ننظر للامر بالتفاصيل قبل ان نحكم. نعم، يعني العين نائل الكباريتي، نتمنى يعني من غرفه تجاره الاردن أن تعمم هذه الدعوة على القطاع الخاص والقطاع العربي والمؤسسات الاقتصادية والعربية والدولية جميعها. نشكرك جزيل الشكر العين نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، كنت ضيفنا عبر الهاتف.